نذكر الفرق اللي يلعب تأهلت طبعا. معنا. عندنا الفريق الأول فريق يانيا من الأفلاج، من مدينة الأفلاج، وكان هذا أعلى فريق حصل على نقاط في التقييم الأولي. وأيضا عندنا فريق نغم الحياة من الرياض، يلي أيضا فريق إيراق من الرياض، وفريق عطاء التطوعي من حائل، شاركونا الموسم السابق صحيح. ودخلوا معنا هذه المرة وتأهلوا، الله يبارك لهم ويوفق الجميع. فريق وطن متحد من الجبيل الصناعية من الشرقية، وفريق تمكين المجتمع المحلي من رابغ في الغربية، وفريق رواء مجدويات من الظهران، رابغ أظنها تكون الشمالية طيب. أو من شمالية نعم، وفريق رواء المجدويات من الظهران، وفريق لقيا فرح من أبو عريش، وفريق فينا خير من جدة، وفريق مزون الخير من نجران، وفريق بصمة من الدمام. هذه طبعا الفرق الأساسية. أضفنا لهم فريق احتياط، أربع فرق احتياط، اللي هم فريق في وقت من الخبر، وفريق الروائع من مكة، وفريق بصمة فتيات من عسير، وفريق على خطاه حتى نلقاه من القنفذة، وفريق سنابل العطاء من المدينة المنورة. تنوع جميل جدا. طبعا ليش احنا حطينا فريق الاحتياط؟ فريق الاحتياط حتى نجعل هناك أيضا يعني نعطي الفرق الموجودة همة أكبر. ذكرنا لهم أنتم الآن أخذتوا معايير وأخذتوا تحكيم من لجنة التحكيم، لا نريد أن يكون مستواكم في أول مرحلة مثل المستوى السابق، لا، إحنا نبغاكم تبدأون بشكل أفضل. هذا الشيء يخدمكم ويخدم يعني جميع المستفيدين ومشروعكم. نعم.